معنا هاتفيا من باريس السياسي العراقي السيد أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير. إذا قتيل جديد ينضم إلى قافلة الضحايا التي تضم المئات برصاص القوات الحكومية وميليشياتها، يعني إلى أين ستصير الأمور برأيك؟ كيف ستصير الأمور بعد استمرار الحكومة والميليشيات بقتل المتظاهرين؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مع تحياتي للقوات الوطنية. أهلا وسهلا. الحالة على ما يبدو يعني قد تطورت في العراق. ما نشهده الآن في الوقت الحاضر التي نظري له هي أكثر من حادث حاضر، وإنما هي تحولات وتطورات نوعية في المشهد السياسي العراقي. وهذه التطورات لها بالنظر أهمية كبرى، لأنها قد وصلت في الشارع العراقي إلى حالة من الرفض العام بوجود هذا النظام الذي اتضح كل أوراقه بعد أن بدأ بقطاع الفساد. ونحن نرى ما حدث في عملية تسجيل الانتخابات وعملية بقاء نفس هذه الأحزاب. إذا أنا في نظري الحالة الداخلية وكذلك الحالة الخارجية سوف تساعد على تطور المشهد السياسي العراقي إلى مشهد أكثر عنفا وأكثر رفضا للنظام السياسي القائم. إذا ما نظرنا بعين الاعتبار اليوم في مظاهرات تحت التحرير في بغداد، هناك مطالب واضحة، ألا وهي تغيير النظام في العراق، مطالب الجماهير، لأن هذه المدة هي المدة الأخيرة للوجود في العراق. أنا في نظري هناك تطور نوعي في الرفض والمعارضة العراقية لهذا النظام الذي جاء بعد 2003، والذين لا يمكن لهم أي صلة في العراق سوى صلة السرقة ومنح الخيرات، ومن ثم نقلها إلى أراضي تواجدهم الأولية. وهناك إصرار من المتظاهرين على إكمال تظاهراتهم حتى تحقيق الأهداف برغم من كل هذا العنف والقمع والقتل، ولكن برغم ذلك القتل والدماء التي تسيل ولم تتوقف في هذه الأيام، إلا أن المرجعية لم يسمع لها أي تعليق. ما تفسيرك لموقف المرجعية مما يحدث؟ الكل يعرف بأن الموقف الأول لما يسمى بالمرجعية الطائفية في العراق هي أنها مرجعية لا تخص الشعب العراقي بكامله، هي مرجعية لها طفلها في البيت الشيعي ولها الاحترام من جميع المسلمين، ولكنها لا تسمع من قبل عامة الشعب العراقي. المرجعية كان لها موقف واضح من الاحتلال الأمريكي. المرجعية لم تقم بواجبها الديني والثاني تجاه العراق، وخصوصا تجاه الوطن، لان العراق قد استلم من قبل الولايات المتحده الامريكيه. اذا انا لا اعتقد بان المرجعيه الدينيه الموجوده في العراق قد تساهم بخفض حده المطالبات العراقيه. انا في نظري انها ستكون على حافه الطريق، انها فاتها القطار، لانها ليست على قوه لعمل شيء سوى تهدئه بعض الاحزاب وبعض المنتمين الى الاحزاب التي تؤمن بهذه الثقافه الطائفيه. ولكن في عموم الشعب العراقي درجه الغليان وصلت الى حد الان هناك مطالب وطنيه، وكمان براءة الحق هناك مطالب وطنية اتفق عليها كافة الشعب العراقي سواء كان من الجنوب ومن الشمال. وهنا لما ذكرت المرجعية، لقد تكيلت المرجعية وأحزابها السابقة بالمظلومية. الآن في العراق هناك مظلومية وطنية وليست مظلومية طائفية. انتهى وقت الكلام والذهب على ظهور العراقيين بأن هناك مظلومية طائفية. الآن في العراق تعيش مظلومية وطنية ضحيتها كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب. شكرا جزيلا لك من باريس ياسي العراقي السيد أمير المفرجي.